محتاجينها، النماذج اللي هي صغر سنه وكبر سنه، انما هو ملهم لينا كلنا. حبيبه في هذه الحاله هي ملهمه، ملهمه طبعا انها بنت عندها موهبه، انما استثمرت موهبتها في انها تفرح مصر كلها، انها باقي بقى ايه؟ ان احنا نديها قدرها لكي ندفعها الامام، ما تنتهيش عندنا، ما تنتهيش عند حاله الموهبه وتختفي حاله الدوله اللي هي انها تبذل مجهود وتدفع فلوس وتربي بقى، يعني هي خلاص الموهبه بتنجح معانا في الناشئين، انما الكبر بقى بيبقى دراسات علميه اخرى ودراسات نفسيه ودراسات عصبيه وكافه انواع الدراسات يعني. دور الدوله في المرحله القادمه بالنسبه للتبني ان شاء الله هنحاول نكون واضحين جدا في حكايه المعسكرات، بخصوصا سيبك من الاحتفاليات دي، احتفاليات دي يعني ايه تقدير واجب، لكن الاهم ما هو علمي ان احنا نخطط المعسكرات ونضغط في انها تاخد معسكراتها التي تستحقها. شكرا لك يا فندم. شكرا فندم، شكرا. عزفناك. لا لا.